من أجل فتح نقاش عميق في كل جهة داخل جهات الصحافة. هذا النقاش اللي طرحنا في صلب المديرية الجهوية للمياه والغابات من أجل إعطاء المعلومات عن وضعية مناطق الرطبة داخل واد الذهب وتصنيفها وعددها. أيضا كان هناك عرض حوض مائي ساقي خضر واد الذهب، كيفية تدخل في هذا النطاق من الرواية. كذلك كان عرض الجهة من خلال يعني تصورها واستراتيجيتها من خلال يعني مخطط التنموي للجهة. أيضا كانت هناك مداخلة لجمعية الطبيعة ومبادرة على اعتبار على أنها من المجتمع المدني الفاعل للجهة، كيف يمكن البحث العلمي يخدم هذه المناطق الرطبة بجهتنا، وكيف يمكن يساعدنا ويساعد جميع المتدخلين في الجهة من أجل إبراز هذه المناطق وعددها وأهميتها الإيكولوجية والبيولوجية على اعتبار على أنها أوساط طبيعية مهمة. كانت هناك ثمرة شراكة ما بين شبكة خليج داخل العمل الجمعوي والتنمية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إطار مشروع داخل فرصة في هذا المصدر، على اعتبار على أنه فرص النفايات من المصدر سيساعد لا الجماعة الترابية مكلفة بتدبير النفايات ولا يعني جميع الهيئات المختصة في إطار يعني البيئة بجهتنا من أجل يعني تثمين هذه النفايات وخلق فرص الشغل من خلالها من خلال يعني الاقتصاد الدائري. هذا المشروع اللي استهدفنا من خلال ثلاث فئات من ساكنة جهة داخل واد الذهب، واللي هي فئة النوادي البيئية على اعتبار على أنه مشتل لزرع قيم وثقافات وسلوكيات البيئية بالنسبة لناشئتنا. أيضا كان هناك يعني استهداف لنساء رواد مراكز محاربة الأمية بالمساجد على اعتبار على أنهم هومات المدبرات للنفايات في المنازل، وبالتالي نظنوا على أننا استهدفنا من الفئة المختصة بهذا الفرز مباشرة. كذلك كان هناك يعني إشراك لجمعيات المجتمع المدني يعني العاملة بالأحياء. إياك نعود، وشملنا جميع الفئات المختصة في جهة داخل واد الذهب بالنسبة لفرز النفايات. هدفنا وهمنا هو الحد من التلوث، الحد من يعني التخفيف من التغيرات المناخية. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.